لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة البصائر، أهالي الناصرية يواصلون الإضراب والتصعيد ضد الحكومة وميليشياتها. في موقع الهيئة، نتم الثمون يطلقون الرصاص على المتظاهرين في كربلاء ووفاة متظاهر ثان في واسط. في الزمان، تجدد هجمات الترهيب ضد المحتجين وتوافد مستمر لساحات الاحتجاج. في صحيفة الشرق الأوسط، معتصمو بغداد يرفعون العلم الأممي طلبا للحماية. في صحيفة المدى، بومبيو يكذب عبد المهدي للمرة الثالثة منذ انطلاق الاحتجاجات. في العربي الجديد، ترامب يعلن صفقة القرن، القدس عاصمة لإسرائيل ولن تجزأ. وفي القدس العربي، عباس، صفقة القرن لن تمر وستذهب إلى مزبلة التاريخ. السلام عليكم. كشف الصحيفة العرب اللندنية عن قيام الولايات المتحدة بإمهال الحكومة العراقية مدة محددة للكشف عن الأطراف التي تقصف السفارة الأمريكية في بغداد. وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر سياسية مطلعة أن واشنطن أعدت لائحة بشخصيات مقربة من إيران قد تبدأ عملية واسعة لاستهدافها، مشيرة إلى أن الضغوط الدولية على الحكومة العراقية والميليشيات الموالية لإيران بلغت ذروتها، وأنه لا بد من دفع ثمن ما. المصادر تؤكد أن مفاوضات جادة في بغداد تدور بين أطراف كبيرة مقربة من إيران بشأن شكل ونوع التنازلات الواجب تقديمها في هذه المرحلة لعبور الأزمة، وما إذا كان التمسك بمنصب رئيس الوزراء في هذه الظروف هو خيار صائب. لكن المصادر لا تستبعد أن تشجع إيران بعض حلفائها العراقيين على المزيد من التصعيد ضد الولايات المتحدة ما دامت أن الخسائر ستكون عراقية وعلى أرض العراق. وتقول المصادر إن الولايات المتحدة أبلغت فعلاً الحكومة في بغداد بأنها ستختار الزمان والمكان الملائمين للرد على استهداف سفارتها في بغداد. وتتحدث المصادر عن لائحة أمريكية بأسماء من يمكن أن يشملهم الرد على قصف السفارة، تضم أبرز زعماء الميليشيات العراقية الموالية لإيران، في مقدمتهم قيس الخزعلي زعيم حركة عصائب أهل الحق، وشبل الزيدي زعيم كتائب الإمام علي، وأبو ألاء الولائي زعيم كتائب سيد الشهداء، وأكرم الكعبي زعيم كتائب النجباء، وقادة ميدانيين في كتائب حزب الله العراق وسرايا الخراساني ومنظمة بدر. وتشير المصادر إلى أن واشنطن ربما أطلعت بشكل مباشر الجانب العراقي على هذه اللائحة على أمل دفعه إلى اتخاذ إجراءات سريعة تجنب جميع الأطراف خوض مواجهة أوسع. وبحسب الصحيفة، فإن الرد الأمريكي على استهداف سفارة الولايات المتحدة في بغداد وإن تم تأجيله إلى حين يبدو حتمياً، وذلك بالاعتماد على تعاطي الولايات المتحدة مع أحداث مشابهة حدثت سابقاً، وكان رد القوات الأمريكية عليها أكبر وأشد إيلاماً من المتوقع، ذلك ما يجعل قادة الميليشيات الشيعية المتهمة عادة بتنفيذ هجمات على المصالح الأمريكية في العراق تتبرأ من استهداف السفارة وتكاد تدينه. في اجتماع مغلق عقد في مدينة قم الإيرانية، تم إجراء مصالحة بين مقتدى الصدر وقادة الميليشيات التي كان يصفها بالواقعة بهدف مواجهة استحقاقات مرحلة ما بعد مقتل قاسم سليماني. عبد اللطيف السعدون يرى في صحيفة العربية الجديد أن المسرح السياسي العراقي بدأ مهيئا بامتياز لإطلاق ثلاثة فصول جديدة، بطلها مقتدى الصدر الذي عودنا على بطولاته في التحول من النقيض إلى النقيض، وإلباس تلك المحاولات الثوب الوطني الفضفاض الذي يتسع لكل التناقضات. فصول الصدر الثلاثة هذه المرة وكما في كل مرة حملت عناوين مثيرة وملفتة: المليونية المناهضة للوجود الأمريكي،
ومبادرة الحفاظ على سيادة العراق ووحدته وسلامة أرضه، ثم الإعلان عن معادلة عدم التدخل في شأن المنتفضين حتى يراعوا مصلحة العراق. الفصل الأخير كان يعني أن الانتفاضة سوف تتعرض للقمع المغلظ حتى تنكفئ. مقتدى الصدر لم يدع الأمور تجري بسلاسة وأمان، إذ رمى حجراً في مياه هي في الأصل لم تعد راكدة، فزادها جموحاً وجنوناً عندما أعلن عن عدم التدخل في شأن المنتفضين لا سلباً ولا إيجاباً حتى يراعوا مصلحة العراق، تحت حجة وجود أقلام خارجية مأجورة تشكك به وبمواقفه. وقد أجهض بإعلانه هذا مبادرته التي أطلقها من قبل، كما مثل إعلانه إذاناً بتخلي أنصاره عن دعم الانتفاضة وانسحابهم من ساحات الاعتصام في الفجر التالي. اقتحم رجال الميليشيات والقوات الأمنية ساحات الاعتصام في بغداد وعدة مدن عراقية، وشرعوا في تنفيذ ما هو موكل إليهم، ترويع المنتفضين ومحاولة فض الانتفاضة بالقوة. لكن هذه الصولة لم تفلح في تحقيق هدفها، إذ عاد المنتفضون إلى ساحات الاعتصام بزخم أقوى، مؤكدين أنهم باقون حتى تحقيق مطالبهم. الكاتب يرى أن هذا السيناريو المتعدد الفصول والذي تم طبخه على عجل في اجتماع قم لم يستطع أن يغير من خريطة المشهد السياسي في العراق الذي تكتنفه رياح هابة من كل الاتجاهات، إذ بقيت موازين القوى على حالها تقريبا، وهذا يعني أن أياما مصيرية أخرى تنتظر العراق وأن الساحة مفتوحة على كل الاحتمالات. استشعارا بالمخاطر التي تحدق بالعراق ومستقبله وتغول الميليشيات، تنادت قوى وفعاليات سياسية ومهنية وفكرية وعشائرية عراقية لتشكيل الميثاق الوطني العراقي في محاولة لإخراج العراق من واقعه المرير الذي يعيشه في ظل منظومة الفساد التي تدير شؤونه. أحمد صبري يرى في صحيفة الوطن العمانية أن الميثاق الوطني العراقي جاء ليكون معبرا عن تطلعات العراقيين الذي التقت أهدافه وشعاراته مع ذات الثوابت الوطنية للانتفاضة الشعبية الهادفة لاستعادة العراق وإسقاط نظام المحاصصة الطائفية. قراءة للبيان الختامي للميثاق الوطني العراقي الصادر عن مؤتمره الأول يمكن القول إنه شكل نقلة نوعية في منهج العمل الوطني الذي فتح الأبواب أمام قوى وأطراف عراقية مؤمنة بأهدافه للانضمام إليه باعتباره مظلة تستوعب الساعين لتحرير العراق من التبعية ومنظومة الفساد وفق رؤية تستجيب لمشاغل الجميع، وما يعزز فرص نجاح مشروع إنقاذ العراق الذي أعلنه الميثاق الوطني العراقي فشل الطبقة السياسية التي جاء بها الاحتلال الأمريكي لتحكم العراق بالضد من إرادة شعبه، والحاجة الملحة للتغيير الحقيقي. كما أن الانتفاضة الشعبية المتواصلة منذ قرابة الأربعة أشهر قد فتحت الطريق لتحقيق أهداف الثوار رغم عمليات القمع والقتل والخطف من قبل القوات الحكومية، إلا أن إرادتهم كانت أقوى. إن الحاجة للتغيير المطلوب أصبح مهمة وطنية للقوى العراقية لتحديد أولوياتها للمرحلة المقبلة ومراجعة مسيرتها وصواب منهجها، الأمر الذي يتطلب دعوتها لحوار جاد لإنضاج صيغة وطنية لعملية سياسية سليمة تضم الجميع دون إقصاء أو تهميش وبعيداً عن أي تدخل خارجي، ويقيناً أن الانتفاضة الشعبية العابرة للمشروع الطائفي وأهدافه الشريرة أعطت زخماً إضافياً للقوى العراقية المناهضة للعملية السياسية لكي تتوحد وتتفق على برنامج عمل يلبي حاجة وتطلعات العراقيين. الكاتب يرى أن الوصول إلى هذه الأهداف وتطلعات المشروع يتطلب التمسك بالثوابت الوطنية ومغادرة مكامن الخلاف والبحث عن رؤى وحلول للتوحيد تمهيداً لإسقاط نظام المحاصصة الطائفية وصولاً إلى فضاء الدولة المدنية التي يسودها العدل ويحكمها القانون، وهذا لن يتحقق من دون رؤية واضحة المعالم كطريق يوصل الجميع إلى بر الأمان، كما تسعى قوى وأطراف الميثاق الوطني العراقي إلى بلوغه.
بدأت تتسرب إلى الإعلام يوما بعد آخر خفايا الاتفاقيات التي وقعها في بكين عادل عبد المهدي رئيس حكومة تصريف الأعمال، والتي تشمل مجالات أمنية واقتصادية واستثمارية بقرض صيني يصل إلى 500 مليار دولار تستقطع شهريا من النفط العراقي المصدر بمعدل 100 ألف برميل يوميا. داود الفرحان يرى في صحيفة الشرق الأوسط أن هذه الاتفاقيات هي مصيدة لثروات العراق يتم استنزافها عبر الصين لصالح إيران المكبلة بالعقوبات الأمريكية، فطهران تبحث من خلال بغداد عن شوارع خلفية ولو في الصين. إنه نوع من غسل الأموال الذي ساد العلاقات المالية بين البنكين المركزيين العراقي والإيراني في السنوات الأخيرة لدعم الاقتصاد الإيراني المنهار، سواء عن طريق تولي العراق تمويل التدخل الإيراني في سوريا واليمن ولبنان والعراق نفسه، أو دعم الخزينة الإيرانية الخاوية بعد توقف صادرات النفط الإيراني. ما المانع في أن يبيع العراق إلى الصين 100 ألف برميل أخرى يومياً لصالح إيران؟ فعادل عبد المهدي تحرك إلى الصين بتوجيه إيراني أيام قاسم سليماني لتشجيع بكين على كسر الحصار الأمريكي على طهران وشراء النفط الإيراني بسعر مخفض، والبحث عن نقاط ضعف في العقوبات الأمريكية يمكن التسلل عبرها ولو عن طريق العراق وليس طريق الحرير. تروج حكومة عبد المهدي للاتفاقيات العراقية الصينية على أنها ستبني موانئ، وكأن العراق دولة بحرية ومطارات ومستشفيات ومدارس ومجمعات سكنية ومترو أنفاق وبنى تحتية في كل المحافظات. وكل من قرأ ما تسرب من معلومات يكتشف أن عبد المهدي شاهد في بكين أحلاماً وردية تشبه أفلام والت ديزني، بينما الميزة الوحيدة التي حققها الوفد العراقي هي زيارة سور الصين العظيم. الكاتب يقول إنه من حق الصين أن تنتشر اقتصاديا في كل دول العالم وليس مثل إيران التي تنتشر ميليشياويا في بعض دول المنطقة، لكن ليس من مصلحة الشعب الصيني الصديق ولا الشعب العراقي أن يتم توقيع اتفاقيات ما زالت سرية للتعاون الثنائي مع حكومة مستقيلة لاستنزاف ثروات العراق بمشروعات على الورق وديون بالعملات الصعبة تستغرق فترة تسديدها أكثر من نصف قرن. منذ وصوله إلى البيت الأبيض لم يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقديم الهدايا إلى صديقه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني، ابتداء من تحجيم المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية مرورا بتخفيض المساهمة الأمريكية في منظمة الأونروا، وليس انتهاء بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة. صحيفة القدس العربي تقول في افتتاحيتها إن ترامب قدم أمس أحدث هداياه إلى نتنياهو، فأعلن تفاصيل ما يسميه صفقة القرن. اضطرار ترامب إلى إعلان صفقة القرن في الأمس إلا الدليل الساطع على أن الهدية لم تعد تتحمل تأجيلاً ثالثاً حتى انتخابات الكنيست مطلع آذار المقبل، حين ستدخل الولايات المتحدة في موسم الانتخابات الرئاسية. والثابت أن الصفقة سوف تسفر عن مزيد من أضغاث أحلام ترامب وفريقه، ولسوف تنتهي إلى هامش على تواريخ صراع معقد لا يمكن اختزاله في تدابير من نوع رشوة الفلسطينيين بصندوق استثمارات مقداره 50 مليار دولار يدفعه أشقاء الفلسطينيين من عرب أمريكا وأنظمة التطبيع، أو إقرار السيادة الإسرائيلية على كامل القدس المحتلة مقابل منح الفلسطينيين عاصمة في بلدة شعفاط أو أبو ديس، أو حفر نفق يربط بين الضفة والقطاع، أو ترحيل 3000 مستوطن من مواقع غير قانونية مقابل بسط سيادة الاحتلال على 15 مستوطنة معزولة، أو ضم 30 إلى 40% من أراضي الضفة إلى الكيان الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية على 70% من الأراضي المتبقية، دولة لا جيش لها ولا سيادة ولا علاقات دولية، وحتى بدون الحق بإبرام أي اتفاق مع أي دولة أخرى.
الصحيفة ترى أنه بمعزل عن فشل ذريع سوف ينتظر الصفقة لسبب جوهري أول، هو أن أي جهة فلسطينية لن تقبل بها مهما بلغت درجة التهاون والخنوع، وسبب ثان هو أنها ستجابه برفض شبه تام من قبل المجتمع الدولي. فمن الذي يضمن أن أي رئيس الأمريكي ديمقراطي مقبل سوف يصادق على حماقة سياسية ودبلوماسية وأمنية مثل هذا، تضرب عرض الحائط بعناصر مقاربة أمريكية للصراع العربي الإسرائيلي عمرها عقود. لم يعد للفلسطينيين ما يخسروه، فالسيد الأمريكي قرر في نوبة كرم مدججة بالخرافات والأساطير أن يمنح القدس ونصف الضفة الغربية لإسرائيل، وعلى الفلسطينيين أن يكونوا شاكرين ممتنين لهذه الصفقة التاريخية العظيمة. لا شيء أكثر استفزازا من قول ترامب بأنه على يقين بأن الفلسطينيين سيقبلون بصفقته في نهاية المطاف. عريب الرنتاوي يرى في صحيفة الدستور الأردنية أن صحيفة ترامب لم يترك للفلسطينيين من خيار سوى المقاومة، وكل حديث خارج هذا السياق هو ضرب من العبث أو التجار بالأوهام. إسرائيل بعد 53 عاما من احتلال الضفة عجزت عن هضمها، زرعوا أكثر من 700,000 مستوطن وشيدوا عشرات المستوطنات، بنوا جدار الفصل العنصري وشقوا الطرق الالتفافية المخصصة للمستوطنين، ومع ذلك ظلت الضفة الغربية لقمة عصية على الهضم. هنا جاء دور ترامب وصفقة القرن لتمكينها من هضم ما ابتلعته. لا خيار أمام الفلسطينيين سوى المقاومة والانتصار. هذه معركة فرضها عليهم رئيس غريب الأطوار ورئيس حكومة إسرائيلية لا يقل عنها مرتبة في سلم الأخلاقيات والقيم. الأول يريد التغطية على إجراءات عزله، والثاني يواجه اتهامات بالرشا وسوء الائتمان. لقد جعلا من أنبل قضية وأقدم صراع وسيلة لحجب الأنظار عن أفعالهما المشينة. المعركة اليوم باتت مفتوحة وسيخوضها الفلسطينيون في مختلف أماكن تواجدهم، ونأمل أن يكون هول الصدمة قد أيقظ القيادات المترهلة والسادرة في أوهامها. نأمل أن تكون الصفعة كفيلة بخلق حالة من عودة الروح والوعي للجسد الفلسطيني. نأمل أن لا تكون ردة أفعال الفلسطينيين من النوع الموسمي أو على نظام الفزعة. فالمرحلة الاستراتيجية الجديدة التي دخلتها قضية الشعب الفلسطيني تستوجب مواجهة استراتيجية شاملة وعلى كافة المسارات والجبهات وبمختلف الوسائل والأدوات. الكاتب يدعو السلطة إلى أن تبرأ من اتفاقاتها المبرمة مع إسرائيل، فقد مزقتها إسرائيل نوتفا وجاء ترامب ليشعل النار بما تبقى منها. لا مطرح لتنسيق أمني حتى وإن أدى الأمر إلى استدراج إسرائيل لإنهاء السلطة، ولا قيمة للسلطة باتت العنوان الأبرز والأخير للوهم والخداع، ولا حاجة لتجديد الاعتراف بإسرائيل بعد أن سحبت إسرائيل وإدارة ترامب اعترافها بالحد الأدنى من حقوق الفلسطينيين وممثلهم الوطني الشرعي الوحيد. استقبل المتحف الجيولوجي في القاهرة شحنتين تضمان 49 قطعة من هيكل الحوت المصري الباسيوسورس قادمة من جامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية. وقال صحيفة الشرق الأوسط إن أجزاء من الحوت كانت قد اكتشفت عام 1987، ثم تم اكتشاف باقي الأجزاء في عام 2005 عبر فريق بحثي تابع لجامعة ميتشيغان، وتم إرسالها إلى الجامعة في عام 2006 بغرض الترميم وإجراء الدراسات والأبحاث عليها، وذلك في إطار اتفاقية موقعة بين هيئة المساحة الجيولوجية والتعدين المصرية وجهاز شؤون البيئة في مصر وجامعة ميتشيغان. محمد يوسف مدير المتحف الجيولوجي في القاهرة يقول إنه مع اكتمال وصول باقي الأجزاء الخاصة بهذا الحوت الذي يبلغ طوله 50 قدما نحو 16 مترا ويرجع تاريخه إلى 37 مليون عام، سيتم عرضه ليكون أول حوت كامل يعرض في المتحف أسوة بعينة شبيهة لنفس الحوت معروضة بمتحف الحفريات بوادي الحيتان التابعة لوزارة البيئة.
الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.